بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، أصدقائنا وحبايبنا وأصحابنا حيث كنتم، اللي إن شاء الله تكونوا كرمكم الباري. أسأل الله العظيم رب، أظن حتشتغل إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، ونحن متجهين أن نحيي ليلة القدر لإحياء قضايا من لا بواكية له. أصحاب الحقوق، أصحاب الحاج، لا أصحاب الفضل، أصحاب الحقوق، أصحاب الحقوق علينا. نعم، كما يقول أخو دكتور هاني منا. أولا صوتي مسموع عشان ندردش معاكم، يا ريت أحد يقول لي نعم أم لا. الصوت مسموع أم لا؟ الصوت مسموع. الصوت لو يسمع، عايزين نشوف أخبار الصوت يا شباب، قولوا لي. كان معايا أخي دكتور هاني بنا، ولا أخ تكون لنا رحلة معاكم جميلة إن شاء الله. الصوت مسموع يا شباب؟ الصوت مسموع يا شباب؟ إدريس قول لي الصوت مسموع لو سمحت إدريس. أوكي، الحمد لله. طيب الآن أولا أسأل الله الذي أوصلنا هذه الليلة المباركة وهذه اللحظات الطيبة، ونحن داخلين على إن شاء الله 10 الأواخر. خلاص 10 أواخر راحت، كمان دخلنا على ليلة 27 ليلة رمضان بصحبتي الحبيب هذا الطيب. هنا موجود الأخ أبو بكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الطيب الذي رأيتموه يسلم عليكم معنا في رحلة هذه، ومعنا عمنا الغالي دكتور هاني بنا، الأب الروحي لعمل الإنساني حقيقة. هذه ما أنا أؤمن به، والكون كل من يعرفهم. الليلة دكتور هاني إحنا ماشيين، أنا قبل ما أتكلم أقول بما أن ليلة كثير من الناس في العالم تجتهد أن تحيا ليلة القدر، ونسأل الله أن نكون من الشاهدين عليها. دكتور قول آمين. آمين. نعم، يهيئ نفسه لكي يعتكف في الحرم، في المدينة، في برمنغهام، عندنا في لندن، ومن حق الناس. لكن هناك من يسعى لقضاء حوائج الناس، ومن أصحاب الحقوق الذين ينبغي أن نقوم فيهم. أنا أشكر أخي دكتور هاني بنا الذي مناسر قضية إيثار وقضية اللاجئين، وقبلها قضية العالم المنسي. حياته كلها أسأل الله أن يطول في عمره على الخير ويختم له بالصالحات. وأخي أبو بكر الذي عن يميني، رجل الذي لا أزكي على الله أعرفه على الخير، الشكر موصول لكم بوقوفكم معنا دكتور هاني بنا. الآن ماذا تقول لمن مستعدين للاعتكاف الليلة والتعبد؟ كيف يمكن أن يكون لهم دور في المشاركة وفي العطاء حتى يكسبوا أجرين؟ طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الاعتكاف يرجع خيره للشخص نفسه، وده شيء جيد جدا وسنة، يعني من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة الإسلام، وبتنقي الروح وتزكي النفس. وقضاء حوائج المسلمين هي سنة مجتمعية أو فريضة مجتمعية، لأن الدين الإسلامي دين مجتمعي، مش دين عزلة، مش دين شعائر، مش دين رهبنة والمكوث داخل أبنية وأماكن. دين يحرك الحياة حول، يحرك المجتمع حول الدين، ويحرك الحياة حول الدين. يعني من إيه؟ يعني الدين الإسلامي هو حركة حياة، حركة حياة وحركة بقاء وحركة بناء في نفس الوقت. فلو إحنا بناخد من الاعتكاف الروح والطاقة اللي بتجعلنا نخرج لقضاء حوائج المسلمين يبقى جيد. لكن العزلة لوحدها فقط من أجل إن أنا أعد كام ركعة صليتها، كم حرف من القرآن قرأته، كم مرة أنا بكيت وأنا بسمع صوت إمام جليل. طب ما أنا ما عنديش مشكلة، كل ده شيء جيد. لكن أنا عندي ملايين المسلمين وغير المسلمين، يعني بنتكلم حاليا دلوقتي على القضية الأريترية، هي قضية منسية منذ عشرات السنين، أو لقحات، أو قضية مثلا اليجور اللي موجودة في الصين، أو قضية الروهينجا، أو قضية كشمير، أو قضية جنوب السودان، أو حتى أوكرانيا بنتكلم عنها، هم
أكتر دولة حاليا فيها نزوح داخلي ولجوء خارجي في أوروبا، بغض النظر هم مسلمين ولا مش مسلمين، لأن إفعال الخيرات وفي كل كبد راتب من سرقة لم يحدد فيها بحدود أنك تعطي صدقاتك وزكواتك لفقط للمسلم دون غير المسلم. فالخروج في هذه الأماكن بيذكرنا بأيامنا منذ بدأنا مع الشباب من قرابة 40 سنة، إن إحنا ما كناش في يوم من الأيام في رمضان بنصلي في مسجد واحد أو بنصلي في نفس اليوم في مسجد واحد. كنا بنصلي التراويح ساعات بنصلي لما كنا في أوروبا مثلا، يعني نصلي المغرب في مسجد ونفطر، نصلي العشاء في مسجد ونتكلم كلمة وناخد الفلوس نفجي، ونصلي ما بين الركعة الرابعة والركعة الخامسة في مسجد آخر، ونصلي في مسجد رابع أو خامس اللي هو ما عند الصلاة اللي هو الوتر. ففي الليلة الواحدة كنا بنعدي على 4 أو 5 مساجد في نفس اليوم نفسه. ليه؟ كنا واحنا شباب يعني، وكنا بنحتسب عند ربنا سبحانه وتعالى نية اللي هو مش أنا لوحدي، كان في شباب كتير جدا معانا، كان أغلبهم في العشرينات، دلوقتي ما في الخمسينيات دلوقتي بفضل الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني من استطاع أن يخرج في حاجة أخيه هيكون له خير وبركة أكتر ممن مما يجلس يعتكف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لمدة شهر كما قال ابن عباس رضي الله عنه. لكن ما عندوش استطاعة للخدمة دي يعتكف، مفيش مشكلة، لأن ده مش فرض عليه. فلذلك أنا بقول للشباب اللي عندهم طاقة وعندهم حركة وعندهم رؤية وعندهم فكر وعندهم استراتيجية وعندهم رسالة، اخرجوا وساعدوا الناس، اخرجوا واجمعوا تبرعات، اخرجوا ووزعوا أوراق، اخرجوا وزور، يعني في كل عمل من أعمال الخير دي كلها في الأيام، مش فقط في الأيام العشر الأخيرة من رمضان، في كل يوم في السنة، لأن احنا عايزين نحول رمضان من أنه 30 يوم فقط اللي يبقى 365 يوم. ممتاز دكتور هاني بيحفظك. الآن لعل يكون معظم المشاهدين علينا المشاركين معنا في الحلقة بحكم صفحة يسار جلهم ممكن يكون الاثنين، وكذلك عندنا كل المساجين سياسة تمام. أنا يعني صراحة لو توجه الرسالة الآن للشاب مثلا كمثال إريتري في بلد ما جالس يسمع ونحن رايحين لحملة إيسام، هذا الشخص بإمكانه أن يدعم الحملة حيث هو، والحمد لله صراحة كثيرين دعموا معنا وقفوا معنا كثر خيرهم، فضلهم كثير واسع علينا الله يجزيهم الخير ما قصروا، لكن نريد الخير الذي بدأ على الأقل في رمضان هذا يختم به بخير كما بدأ. فهذا الشخص الموجود مثلا في بريطانيا في كندا في أمريكا في أستراليا، شيء عملي حركة عملية بحكم خبرته، كيف يمكن أن يحرك الناس حوله ويقنع أصدقائه أو قاربه شركائه في العمل يعني، ثم يخرج منهم بشيء يجمع يدخل على القناة أو يرسل لنا خبر هنا يقول هذه مشاركة، يعني عايزين نحمسهم وهم جالسين كيف يمكن يكون لهم مشاركة عملية. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني مثلا احنا حبينا نجمع 100,000 جنيه، نقسمهم على 100 شاب وشابة، وكل شاب يتكفل بانه على الواتس اب جروب بتاعته اللي هي المجموعة على الواتس اب انه يجمع 1,000 جنيه من مثلا 40 أو 50 صديق ليه، هو يبقى كل صديق هيجمع له 30-40-50 جنيه على حسب الامكانيات، نجزأها. يعني يا اخواننا مش من الصعب جدا ان احنا نجمع 100,000 جنيه في ليله واحده، اذا كان عندنا 100 شاب وشابه كل واحد فيهم يتعهد ان هو في خلال اسبوع او اسبوعين هيشوفوا عن طريق اقاربه عن طريق اصدقائه عن طريق جيرانه، كل واحد يتكفل من هؤلاء الجيران والاصدقاء والاقارب ب 50 جنيه. يبقى نتكلم كل شاب عنده 20 شاب وشابة كل واحد فيهم بيدفع 50 جنيه، يبقى جبنا 1,000 جنيه من هنا 1,000 جنيه من هنا 1,000 جنيه من هنا إلى آخره. في ناس عندها إمكانيات أكتر، لكن لابد إن إحنا نجزئ العمل علشان نسهله على إيه، على العاملين المجتهدين المتطوعين. ده اللي أنا بتكلم فيه، وده اتعلمته من الشيخ
محمد جمعة. من أنا أتمنى أن الليلة يعني يكون عندنا مثلا نعمل 30 أو 40 أو 50 واتساب جروب، وكل واتساب جروب تطلع لها رقم إيه يعني كتارجت أو كهدف تجمعه في الخمس أيام اللي فاضلة في رمضان. طبعا يا جماعة أنتم قاعد تسمعوا كلام من أب الروح الإنساني دكتور هاني بنا، يعتبر من كبار الشخصيات الذين أسسوا عمل الإنساني في عالم الأوروبي وعالم الإنساني، حتى تعتبر إغاثة إسلامية يعني من أكبر إغاثات التي لها مصادر مبادئ شباب اللي ينتموا للإسلام ويؤمنوا بالله عز وجل، من أسسوا قبل مؤسسات كبيرة التي ظهرت في العالم. فالكلام اللي قاعد يقوله دكتور صراحة كلام مفيد جدا. يا ريت الشباب اللي معانا الليلة كلامكم الباري كما عرفناكم على الخير يعملوا مشاركة هذه الرسالة تسلم للآخرين. طيب الآن لكي نخرج بشيء عملي من الشباب، من منكم إن شاء الله مستعد هذه النصيحة التي قالها دكتور هاني بني يشاركنا بها؟ وقبلها أحب أسأل أخي دكتور آدم بيكر هذا الرجل الطيب الذي كان معي، معلش أيوه هذا الرجل الطيب كان معي وراح السودان، شعرك حلو حبيبي ما عليك. أبو بكر حبيبي أنت رحت معايا شفت زرت السودان. نعم. وكما قلت لك في قناة الحوار نكلل الكرام حتى نشجع نفسنا. رأيت أنت معاناة شاهدتها وقبلها كنت تسمع الكلام، هذه المعاناة إيش تقول فيها؟ ومن ينتمي لهذه المعاناة أنت كأبو بكر كإنسان غير إرثي تنتمي لقضية هذه تدعمك، إيش ممكن تقول يعني؟ أنا ممكن أقول إن قبل ما أذهب للمخيمات كنت أسمع منك عن المهاجرين الإريتريين في السودان، فأنا توقعت أنه مثلا يكون وضعهم يعني كويس مثل المخيمات الأخرى اللاجئين. طبعا اللاجئين كلهم لاجئين في الأخير، يعني ما فيش فرق بين واحد وواحد، لكن الوضع بالنسبة للمهاجرين الإريتريين في السودان كان ليس له مقارنة مع أي لاجئين آخرين. يعني احنا ذهبنا إلى مخيمات حتى الماء ما كان موجود فيها، حتى الفراش في الغرف اللي هي مصنوعة من القش إيش بتسموها؟ نعم قطية قطية قطية. نعم حتى الفراش في الأرض غير موجود. قطية نعم هي البيت القشي. نعم غرف إيه غرف في الجنة إن شاء الله. إن شاء الله. بس فيعني وضعهم يندى له الجبين. أقل شيء ممكن نعمله إنه يعني كما قال الدكتور هاني مجموعة جروبات يعني من إخواننا الإريتريين أولاً. وبعدين لا هو أولاً من الإريتريين وبعد ذلك من الآخرين اللي هم يعني بيدعموا القضايا في العالم الإسلامي وغير الإسلامي. جروبات كل واحد يجمع يعني حتى ولو يعني الجنيه خير وبركة، الدولار خير وبركة، اليورو خير وبركة، يعني الدرهم والريال. خصوصا اليوم اخواننا السعوديين عندهم مباراة الهلال، فانش مش عارف بس انا عارف ان الهلال بيلعب النهاردة غلبوا الاهلي. ايوه فهم النهاردة ان شاء الله كده يفوزوا، وبيفوزوا كده اخواننا السعوديين يعني يتبرعوا كفرح بالفوز ان شاء الله، ولو خسروا كمان يتبرعوا عشان ربنا يفوزهم المره الجايه ان شاء الله. اكرمك الله دكتور هاني. انا طبعا شغال ما شاء الله سحب محرك الكاميرا يعني الحركات كويسه يعني، وهذا دكتور هاني ما شاء الله من الـ عنده اتقان في تحريك الكاميرا ما شاء الله عليك. فدكتور طيب انت الان في ناس عندها ظروفها مشاكلها، وانا اجمل التبرعات التي استمتع بها دكتور هاني واحد عنده مسؤوليه يدعم امه وابوه واخوه وزوجته ومرتبه لا يتجاوز 1200 ريال ورغم ذلك يتبرع للإسلام، يعني يشارك في قضايا العامه، ما يقول انا عندي امي تحتاج ابي يحتاج وكلنا نحتاج وكلنا يعني كان عندنا امهات واباء ما مقطوعين من الشجر، لكن رغم ذلك يزل يشارك في القضايا العامة مثل هذا العطاء. يعني كيف تقول لي دكتور؟ أنا أقول لك قصة بقى أصعب من كده. قصة حصلت لك كنت وسمعتها من أخونا أبو حنين. نعم. عارف أبو حنين؟ أي نعم مدير المشاريع عند الأستاذ سعيد. أبو حنين كان بيزور أحد النساء الأرامل اللي بتكفلها يسار أو يتيم يعني المرأة، فلقى جارة المرأة دي بتشكره
يعني بتشكر إثار. نعم. ربنا يخلي إثار، ربنا كذا. أبو حنين مكسوف. الست دي إحنا ما مش بنكفلها ولا نكفل أبناء. طب عايز تدعينا ليه؟ اتضح في الآخر هي بتدعي له ليه؟ لأن الأم اليتيم كانت بتقتسم ال 25 دولار أو 30 دولار بينها وبين الأرملة التانية. يا الله. قريتها. يا الله. شفت قد إيه بقى؟ يعني أنت بتتكلم عن قصة عظيمة. صحيح. عظيمة بمنتهى ال 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 الجوانب العظمة فيها، مش عظمة عظمة يعني، العظمة في الإنسانية. الله أكبر. العظمة في ال في الود والحب والوفاء والعطاء. معنى بدون حدود. معنى الحقيقي اللي إيثار يعني. الود بدون حدود، العطاء بدون حدود. خد بالك؟ ويأسون على أنفسهم ولا كانوا خسرت. بالظبط. المرأة اللي هي أم اليتيم بتقسم كفالة اليتيم بتاعها مع امرأة تانية أكثر حاجة منها. يا سلام. فده الرسالة لأهم كبار الإخوة، يعني ما نقص مال من صدقة. وزي ما السيدة عائشة رضي الله عنها كانت لما دخلت خبطت عليها أحد الأرملة ومعها طفلتين، والسيدة عائشة كان عليها ثلاث بلحات أو ثلاث تمرات، فأعطت لها ولكل واحدة تمرة، فالبنات كانوا بسرعة دلح، والأم لسه بتحاول تاكل التمرة بتاعتها. فلما لقت يعني لذة التذوق في أعين بناتها اللي هم الأيتام، ادت لهم البلحة، قسمتها بالاتنين، واتقوا النار ولو بشق تمر. فلما جت الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ اتقوا بمعنى الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فننظر لهذه الأشياء البسيطة. أنا مش بقول للأخ اللي هو عنده 50 مشكلة أو 1000 مشكلة، يا سيدي ادفع جنيه، ادفع 5 جنيه كل شهر. صحيح. ادفع 10 جنيه كل شهر وانساها. احنا عايزين منكم يا شباب تعملوا لنا الاستقطاع الشهري اللي هو دايركت ديبت. سواء كنت انت في فرنسا ولا في بلجيكا ولا في هولندا ولا في ألمانيا ولا في إيطاليا ولا 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 ولا، اللي عايز يدفع مرة واحدة يدفع مرة واحدة. لكن في النهاية قليل دائم خير من كثير منتفع ومنقطع. و احب الاعمال الله ادومها وانقل. فبالتالي احنا بنقول للشباب اللي هم مكبلين، وانا عارف انك تقدم من الشباب والشابات مكبلين ومكبلات بالعب حمل هم مسؤوليه العيله اللي موجوده في داخل اريتريا، واخبارك بيصرفوا عليها واخلانهم وعمامهم الى اخره الى اخره، زي السوريين بالظبط. تلاقي مثلا ليه اهله موجودين في منطقه معينه وبيشتغل هنا بايديه ورجليه عشان يدخلهم. لكن لو انت احتسبت عند الله سبحانه وتعالى الخمسة جنيه ولا العشرة جنيه ولا عشرين جنيه، زي المثل اللي كانت ايه الارملة الاريترية اللي بتقسم الكفالة اليتيم دي بينها وبين جارتها، ده شيء من احنا مش حد هنستوعبه. يعني 15 دولار في الشهر هيعملوا ايه الاسرة؟ ولا شيء. لكن المعنى اللي بيخلي ربنا سبحانه وتعالى يمنع المرض ويعطي الصحة ويخلي الام يعني محميه هي وولادها، يخلي اولادها يتفوقوا في المدارس، كل هذه الاشياء ربنا يفتح لهم بها اشياء غير عاديه. وده ايه؟ وده هو الاساس ان مؤسسه زي ايثار او غيرها بتستمر، ليس بتبرعات الملايين لكن بايثار المحتاجين من اصحاب الحقوق. كلام جميل. جزاكم الله خيرا. ان شاء الله نحن نراكم الليله في تواصل. احنا بس اقول لهم احنا فين دلوقتي؟ احنا رايحين الى لندن. قاعدين فين دلوقتي؟ في سياره. قول لهم كده عشان يعرفنا. هو قاعد يشوفونا. لا دي الرساله قبل ابو سلمان ما يخدم. ابو سلمان هو استاذنا كده. يا دكتور الله يخليك حبيبي. يعني احنا ثلاثه اتفقنا واحنا جايين، ده كان فكره ابو بكر. قال تمام احنا ثلاثه مع بعض والسفر لندن ياخد ساعتين ثلاثه، يبقى لابد ان احنا نعمل حوار. الله اكبر. فاشكر اخونا ابو بكر. بالك. اللي هو ده ابو بكر اهو ده بيرتن ده البركه ده. شكرا. دي كانت فكرته وهو ما تكلمش. اقعد افتح بقك تقول حاجه ثانيه. فدي كانت فكره ابو بكر ان احنا نستفيد بالوقت واحنا ثلاثه مع بعض بحيث نكلمكم، علشان دي اوقات مش هتتكرر في حياتنا مره ثانيه. هل احنا هنتقابل مره ثانيه يا شباب في نفس العربيه؟ هل هنعيش للسنه الجايه؟ هل هنعيش لبكره؟ مش هنعرف، لان احنا بنسجل. واحنا خلي بالك مين اللي معانا دلوقتي يا ابو بكر وابو سلمان؟ معانا الاف مؤلفه من الملائكه. الله اكبر. الملائكه الطوافون
انهم يتفقدون حلق الذكر، ونحن في هذه العربي في حلقة من حلق الذكر. ليه؟ لان احنا لا ليس لنا، لم يجمعنا مصلحة شخصية او تجارة او جمعتنا قضية زي قضية اريتريا، قضية فلسطين، قضية زي قضية افغانستان، قضية اليوغور، قضية زي قضية الرهنجة وكله جمعتنا. فلذلك انا يقينا وانا بقول لكم وانتم شايفيننا كلنا ومعانا اخونا ابو سلمان ومعانا اخونا ابو بكر، ان احنا محاطين بالاف من الملائكة الى ان نصل الى مكاننا باذن الله سبحانه وتعالى، يتغمدون برحمات من الله سبحانه وتعالى ومغفرات من الله سبحانه وتعالى في هذه الساعات المباركة في الايام الاخيرة من رمضان. والاخوة دول كان ممكن يقعدوا يقيموا الليل في بيوتهم. ابو بكر مش موظف في انت موظف؟ لا مش موظف. واخد بالك؟ ليه؟ هو سبب اهله وسبب ولاده وسبب كذا وسبب البيزنس بتاعه والعربية مطلعها معاه وعلى حسابه وحضرتنا ورايح جاي ورايح جاي ورايح، هيعشينا على حسابه برضه مش كده يا وكر؟ ان شاء الله بس ربنا يوصلك. واخد بالك؟ هو ده يعتبر الروح اللي بتخلي كل ملك شايفين. انا ابص على السماء ازاي؟ انا ابص على السماء وارى اجنحه الملائكه وهي تطوف معنا الى ان نصل الى مكاننا هناك. ودي الرساله ليكم في كل حلقه الذكر، ها يذكر فيها ما نريد ان نعمله من اجل الناس بغض النظر المسلمين او غير المسلمين لخدمه المجتمع، فارضى بها الله عنا سبحانه وتعالى، تكون حلقه من حلقه الذكر. الله يكرمك ويكرمك ويكرمك ويكرمك، رب يعطيك الصحه والعافيه ويديمك للخير ويبقيك، واخ ابو بكر كذلك جزاكم الله خير. صراحه شكرا لكم على تواصلكم معنا، اتمنى هذه الرساله تكون لنا عبره خاصه لاهل بلدي اخواني الاريتريين. شوفوا ناس غير اريتريين كيف يعيشوا معنا القضايا، كيف يعيشوا معنا الهم. شوفوا دكتور هاني بنا في هذا العمر الذي وصل فيه بكان في هذا اليوم عنده 17 سنه، ايوه شباب في عز شبابك ما شاء الله، فبامكانه يقول والله خليني انا اتعبد لي في بيتي في مسجد، ومن حقه، لكنه ابى الا ان ياتي معنا اخي دكتور ادم كذلك. هؤلاء انتموا معنا قضيه انسانيه واسلاميه، ما عندهم اختلاف واقع وما اعزم هذه الشيء، لكن هذا عن جد اتمنى انت وانت يكون عندك شعور، فانت اولى الناس، انت اقرب الى قضيتك الى اهلك الى شعبك، وانا ما الومك انتم ما مقصرين، لكن نريد المزيد. الليله شملوا معنا هذا الليله ان شاء الله تعالى، اعملوا كل من كان معنا ان شاء الله يكون 3-4 شخص منكم يتواصل يعمل جروب مع الاخرين، يرجع يقول لنا نحن الليله سنشارك كذا في هذه الليله وسنشارك في الاستمرار، لان الصفقه الليله التي ستعقدها لعلها ليله القدر اجرها ليس بالبسيط، لعل وعسى تكون من الفائزين، واجرها لن يعود، ما ندري ما الله فعلنا على العام القادم. نسال الله ان يجمعنا دائما على الخير، وان تكون اقوالنا واعمالنا كلها لله جلت قدرته، وان يجعلنا واياكم من الفائزين برضا الرحمن، واعيننا بالدعاء وبالدعم. وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.